وصلنا لفكر الديزاين، وفكر الديزاين اليوم حلوة. شو بدي قلكم؟ تتميز بالأناقة، باللوكجري، بالإليجنس. ورح نحكي بشكل مخصص عن الليزر انلي. ليزر انلي هو تفصيل من عالم الوود فلورينج، بنشوفه كتير بالبيوت بالقصور. ما رح خبركن أكثر من هيك لحتى يلقي الضوء أكثر على هالموضوع الكبير والحلو. بيسرني رحب بضيفي لليوم مسيو رياض القدوم. حضرتك بونجور، أهلا وسهلا فيك. حضرتك صاحب شركة باروود المتخصصة بعالم الوود فلورينج، وبدنا منك تخبرنا أكثر وتعرف المشاهدين تنبلش شو معنيت ليزر انلي. عظيم. ليزر انلي أو ماركتري هو طريقة جمع عدة أنواع من الخشب لنحصل على شكل هندسي محدد يلي هو الباتر. أول باتر هي الفيرساي، معروفة كمان بباركي دو منويزري. صممها مهندس سويدي دانيال كرونستروم، وتركبت بقصر فيرساي سنة 1684. دكا. هلأ منشوف، هلأ بتبين معنا الصورة. يا ريت منفرج الصورة المخصصة ل... أوكي. أكيد سنة 1684 هيدي هي الباترن يلي هتخبرنا عنها، فيرساي يلي كل العالم بتعرفها، وخصوصي بلبنان يلي هي مركبة بقصر فيرساي بباريس. من هون أخذت تسميتها. صحيح. نعم. أكيد سنة 1684 ما كان في ليزر إنلي، كانت العالم بعدها عم تشتغل مانوال هاند ميد. سنة 1990 بلشنا نسمع بتكنولوجيا جديدة يلي هي ليزر إنلي. ليزر إنلي هي عبارة عن ليزر ماشين مع سوفتوير لكل باترن. أوكي، هون دخلت التكنولوجيا ساعتها على عالم الليزر إنلي. صحيح. هيدي التقنية تتميز بالدقة خصوصي وقتها بيكون عندنا كيرفز بالديزاين. اوكي. واكيد بالسرعه، لانه مع الماشين بتقدر تعمل بروجي ب 15 يوم، بينما من 300 سنه كان ياخذ يمكن سنه ونص سنتين. 15 سنه لا يخلص. عم بمزح. صح. اكيد. اوكي، واهم شيء كمان انه بنقدر ننفذ الديزاين قد ما كان صعب. نعم. ودقيق. نعم، يا ريت هلا ببين معنا شوية صور مع هيك. صحيح. قبل ما حتى ننتقل حتى هيدو اللي عم ببين. صحيح. معنا هيدا اللي عم نحكي عنه ليزر انلي. هلا بعتقد بتصير الشغلة شوية واضحة. يعني نحن عم نحكي عن كل التفاصيل والديزاينز اللي هي داخل الباركي. صحيح. من بشكل الرسمات والباترنز مثل ما عم ببين معنا بالصور. مزبوط. امامنا شغلة كتير حلوة، ولهيك بلشت مقدمة الحلقة لأقول إنه شغلة لكجوريوس. صحيح. هون بدي أقول شغلة جومانا، إنه عطول بالليزر إنلي بندمج ألوان مختلفة، يعني بناخد اللون الفاتح مثل بهيدي الصورة. نعم. مع اللون الغامق بدنا نشدد على الكونتراست. صحيح، لنشدد على الكونتراست. هيدي الصورة حبيت فرجيكم عليها، هيدي فيها كتير دقة. ايه، وهيدي بتبين انه كمان مش بس الاشكال الهندسيه يلي بتدخل ضمن ديزاين الليزر انلي والباترنز المحدده، كمان الرسمات يلي مثل ما مبين معنا بالصوره هون. صحيح. طيب رياض، اذا بدنا نحكي كيف ببلش المشروع، اذا بدنا ندخل فيه بقلب الباركي تبعنا ليزر انلي، شو مفروض الشخص يلي مهتم بهالشي يعمل؟ اول شيء الشخص بيجي لعنا على الشوروم. نعم. نحن وهذا الشخص منحضر الخرائط، بنقي الباترن والبوردر من الكولكشن تبعنا. اوكي. ومنحضر له بالاول الدروينجز. صراحه الكولكشن تبعنا فيها كتير باترنز. وكمان اذا الكلاينت عنده باترن معينه يعني مش موجوده بالكولكشن تبعنا، اذا لنقول مصممه انتيرير ديزاينر. صحيح. عم يتعاون معه، بنقدر نعمل له اياها بسهوله. عم ببين معنا كمان هيدي اول باترن عم نحكي عنها. بيجي الكلاينت بيقول لي انا هيدي الباترن عجبتني، هيدي كمان باترن. هيدي الباترن المميز فيها، لانه كنت عم بحكي انا وحضرتك قبل تحت الهواء، انه كل تفصيل منا سمولتيبلي، يعني بيكبر وبيكبر، وكل ما تكبر الديتاي بتعمل بتكون رسمه بحد ذاتها. صحيح. هون رجعنا للفيرساي. لفيرساي هون. نعم. بنقي الكلاينت الباترن يلي بده اياها، اكيد مع البوردر. البوردر كثير مهم وقت بيكون عندنا باترن تنحدد الرسمة يلي موجودة. صحيح. بالأرض بده يكون إلها مثل فريم أو هالكادر يلي بده يحددها.
دايماً عم بيبين معنا الكونتراست بالألوان وأنواع الخشب كمان قلت لي بدك تحكيني عنه إنه صحيح. تختلف هيدي ستيب التانية نعم من بعد ما نخلص من الدروينجز بننتقل على تنقية الألوان يلي بدنا ندخلهم بالديزاين أوكي هون بدنا ناخد بعين الاعتبار الديكور تبع البيت كله أوكي. يعني بدنا نشوف شو عنا خشب للبواب شو في عنا خشب للشبابيك شو نوع الفرنتشر المستعملة وعلى أساسها بننقي الخشب يلي بدنا نستعمله بالديزاين هون عم نشوف الميبل مع الأمريكان وولنوت الستيب الثالثة هي تحضير المساطر أوكي. أكيد قبل ما نبلش تصنيع البروجي لازم يكون الكلاينت موافق على الدروينج وبذات الوقت محضرين له مساطر يلي هني بيجوا 50 by 50 وبيس كورنر من البوردر منفرجيه عليهم بس ناخد الابروفل ويمضي أكيد لأنه هيدي شغلة دقيقة طبعا ما في ولازم يكون كتير دقيقين صحيح بهيدا الشغل أكيد. من بعد ما يمضي على السامبلز منبلش نحضر حالنا للتصنيع هلا التصنيع بيصير بإيطاليا أوكي. أهم ليزر تكنولوجي عند بيرتي بيجهز البروجي مدة التصنيع بتختلف أكيد من مشروع لمشروع في مشاريع بدها 20 يوم صغيرة في مشاريع بدها شهرين وحسب كمية الليزر اندي اللي موجودة يعني صحيح. نحكي عنها صحيح أكيد. صحيح وآخر ستيب هو التركيب تركيب باروود عنا تيم متخصص بهذا المجال عامل ترينينج بإيطاليا بيهتم بالتركيب وأكيد بعد التركيب عنا الحف والدهان لناخد النتيجة يلي عم نشوفها على الصور وهون طبعا انتو بتكونوا مسؤولين عن كل الشغل يلي بيكون بطبيعة الحال بيرفكت صح طيب رياض بالنسبة لل إذا بدنا نحكي بروجيات تميزت فيها شركة بيرتي يلي انتو وكلاءها يلي هني مثل ريفرنسز صحيح أول شيء بدي أحكي عن باروود نعم باروود شركة متخصصة بهالمجال بلبنان بالأحرى من أهم الشركات المتخصصة بالليزر انلي لأنه أكيد بتلاقي كتير شركات بتركب الباركيه تراديشنال نحن عم نحكي على الليزر انلي هيدا الوينسر كاسل بلندن شركة بيرتي أخذت شهرة عالمية نعم سنة 1992 هيدا الكاسل احترق وطلبوا من بيرتي هو يعمل رينوفيشن للباركيه هيدا ناشونال تياتر بأوزباكستان كمان بروجي كتير مرتب يعني كلهم بيتميزوا بهالفخامة هيدا الكريملين واو. الكريملين بالاس براشا شي بياخد العقل عن جد رائع شغلي شوية دقيقة ايه؟ بس اخر شي بيطلع ريزالت كتير وكل الناس بحب يكون عندهم يعني بحبوا انه يكون في ببيتهم يمكن اسم من الموجود بقلبه ليزر انلي ضمن الخشب وهون ما ننسى كمان انه ممكن ندمج الخشب مع الرخام يعني مش بس انه تكون الشغله كلها باركي او خشب بخشب ما هيك هيدي كثير مهمه صحيح. الليزر انلي هو اذا بدنا نحكي كبادجت هو اغلى من الووتر جيت نعم. يلي هو بينعمل بالرخام العالم بتروح على الووتر جيت لانه الكوست هو اقل بس انا بنصح لا. الزبون انه اقل شيء يكون عنده بالانترنس تبع بيته برافو هيدا اللي بدي مدايوم مثل هيدي دائما بمداخل البيوت اذا الناس ما بدها تدخل الليزر انلي على كل البيت هون ببين معنا شقفه من الصالون ممكن تكون مثل اذا بتسمح لي لفس شوي للمشاهدين اذا عندي اثنين صالون بالوسط عندي فراغ كثير حلو تحت اليوستر ندخل موتيف معين او رسمه معينه من الليزر انلي او مثل ما تفضلت حضرتك ضمن المدخل لحتى شوي نقلل من البادجت وما تخافوا انه تقولوا هيدي شغله كثير مهمه وغاليه كل رسمة إلى سعرها وكل ديزاين إلى سعره وطبعاً الكميات بتلعب دورها الأساسي معلومات بتاخد العقل وعن جد يعني أنا من الناس ومن المهندسين يلي بحب أنه دخل الليزر انلي ضمن البيوت لأنه بتعطيها مثل ما حكينا هالتاتش من الفخامة ومن الألغنس المميزة صحيح Thank you so much, رياض القدوم لوجودك معنا. مرسي لك. I'm looking forward كمان لغير meetings معك لحتى تندوي الضوء أكثر على غير sides من شركة Parwood. أكيد. بتصور موعدنا القادم بدنا نحكي مطابخ؟ إذا الله راضي. إن شاء الله.
ثانك يو بريك مشاهدينا ومنكمل معنا منكمل معكم اللايف.